السلام عليكم متتبعي قناة شوف تيفي مباشرة من ملحق ملعب ستات. النقل التفاعلي للمباراة ما بين اتحاد بن حمد والشباب المسكيني، شباب البروج، شباب المسكيني بالبروج في إطار بطولة عصبة الشاوية. الفريق اتحاد بن حمد بالقميص الأبيض، Thank you.
يوت يوت شيل طيطة خود شيل طيطة سعيلة فني الكاميرا خمسة طلع عيد عيد عيد
ما كتشوفوا مجددا متتبعي قناه شوف تي في مباشره من ملحق ملعب ستات النقل التفاعلي للمقابله ما بين شباب المسكيني بروج و اتحاد بن حمد. الشوط الاول اللي لازال 0-0. مرحبا خويا، ماشي ما كتشوفوا مجددا متتبعي قناه شوف تي في مباشره من ملحق ملعب ستات النقل التفاعلي للمباراه اللي كتجمع ما بين اتحاد بن حمد وشباب مسكيني بالبروج. هدف لصالح منتخب لصالح فريق اتحاد بن حمد في هذه الاثناء. سجلت كتشوفوا مجددا متتبعي قناه شوف تي في في اطار هذا النقل التفاعلي للمباراه اللي كتجمع ما بين اتحاد بن حمد وشباب المسكيني بالبروج في هذه الاثناء. يعني هدف لصالح فريق
الاتحاد بن حمد. كتشوفوا مجددا متابعي قناة شوف تيفي من خلال هذا النقل التفاعلي، النقل المباشر من ملحق ملعب مدينة سطات، مقابلة بين فريق اتحاد بن حمد وفريق شباب المسكيني بالبروج، لبداية الشوط الأول يعني تسجيل هدف لصالح فريق اتحاد بن حمد. شكركم على التواصل والتفاعل مجددا متابعي قناة شوف تيفي، وإلى اللقاء في بث مباشر آخر. اللقاء في بث مباشر آخر، تحياتنا للجميع. Do it.